لله هذه النتيجه. احنا فرحانين جدا لهذه النتيجه، وكيف قلتي نتيجه تاريخيه بجميع المقاييس، لان عندنا فريق اللي هو حديث العهد تقريبا حوالي سنه، اول مشاركه في بطولات العالم في كاس العالم، الحصول على المرتبه الخامسه ضد اعتاد الدول واعتاد المنتخبات العالميه. فالحمد لله وجوج الصفر امام البرازيل، وما ادراك ما البرازيل. فالحمد لله انه منتخب اللي غادي مازال ان شاء الله يقول الكلمه ديالو في الاستحقاقات الدوليه المقبله. فهاد النتيجه احنا فرحانين وتنهديوها للجمهور المغربي على المسانده ديالو والمؤازره ديالو، وغادي يتم الاشتغال دائما باش ان شاء الله اللي عندنا في 2023 البطوله الافريقيه، ولما لا انه نكونوا ان شاء الله في البوديوم ديال هذه البطوله الافريقيه. فاللاعبين ديالنا كانوا متميزين، احسن اللاعبين المتواجدين في هذا كاس العالم. ما كانش صعبنا الحظ ضد المنتخب التركي اي صاحب الارض وصاحب الجمهور، ولكن بينوا اللاعبين ديالنا بينوا المستوى ديالهم الرفيع، وبينوا انهم يمكن يضاهوا احسن واعتد المنتخبات. فهنيئا لجميع الشعب المغربي وجميع مكونات الجامعه الملكيه المغربيه للاشخاص في وضعيه الاعاقه على هذا الانجاز التاريخي اللي حققوه، انجاز تاريخي بمعنى الكلمه، بامكانيه جد بسيطه المنتخب الوطني رفع رايه البلاد فوق عاليا. وصراحة ما يثلج الصدر هو هاد الشباب وهاد اللاعبين اللي من والو داروا منتخب كبير يقارع الكبار، يقارع ابطال العالم وابطال اوروبا بوفود هامه وبامكانيات لوجستيكيه لا مجال للمقارنه بينه وبينهم. هذا فخر للمغرب واعتزاز بان المغرب جميع الاطياف ديال الشعب المغربي عندما تكون عندهم العزيمه والرغبه فانهم يمثلون الوطن احسن تمثيل. كذلك اهني الطاقم التقني والطاقم الطبي المشرف، لان بالضبط في هذه الرياضه، فمن غير الطاقم التقني فالطاقم الطبي كذلك عنده دور كبير في رعايه هاد اللاعبين. قاموا بمجهود كبير كيف قلت امكانيات بسيطه جدا، واللي يمكن نقول هو هذه فرصه للمغاربه والناس اللي عندهم مشاكل اعاقه او شيء، بان الحياه لا تنتهي بعد حادث او بعد تشوه خلقي، كاينه فرص وكاينه امال عندهم كاملين باش يمثلوا المغرب. المغرب فتح الباب ديالو للجميع، ان شاء الله في المستقبل القريب غادي نشوفوا هذا الفريق يتوج بكاس افريقيا وكاس العالم، لما لا، لان اللاعبين عندهم رغبه ولاعبين باقي صغار في السن. هنيئا للشعب المغربي وهنيئا لجميع مكونات الرياضه الوطنيه بهذا الانجاز التاريخي.